عشان تعرف تركز في شغلك حاجة مهمة ان انت تبقى مستقر في علاقتك. لو علاقتك فيها مشكلة هتبقى حاجة بتشوش عليك دايما. فالنهاردة هنتكلم برا شوية موضوع الشغل بس حاجة تأثر على الشغل. هنتكلم على 4 نقط تراجع نفسك فيهم وتشوف على اساسهم العلاقة بتاعتك محتاجة شغل ولا لا، او لو انت داخل في علاقة جديدة تقدر تحكم بيها العلاقة دي صحية ولا لا. النقطة الاولانية اللي تقيس بيها علاقتك ان يكون الشخص ده بالبلدي كده مالي عينيك. مالي عينيك انت، مش مثلا مالي عينين اهلك، او ده احسن ما هتلاقيه، ضل راجل وهضل حيطه، دي اخلاقها كويسه قوي مش هتلاقي احسن منها. طيب انا اقيس الحاجه دي ازاي واعرفها ازاي؟ لازم يكون الشخص ده بيوحشني. يعني ببساطه لما الشخص ده بيكون مش موجود في حياتي لفتره طويله، بقالي كتير ما شفتوش، بيكون وحشني، بكون بفكر فيه. النقطه الثانيه وهي نقطه ان الشخص ده بيضيف حاجه، او ان انتوا الاثنين مع بعض بتضيفوا حاجه لحياتكم. كتير بنقع في الغلطه ان احنا نبقى فمثلا انا متجوزها علشان بتفكرني بامي، بيفكرني بابويا، بيملى عندي حاجه انا محتاجاها، الحاجه دي انت ناقصه عندك، وتبقى متوقع من الشخص ان هو يديها لك. ده مش المفروض يكون التوقع اللي منه خالص. الحاجه اللي ناقصه عندك دي حاجه للاسف هي مشكلتك انت، وانت محتاج تحلها او تشوف ازاي تتعامل معاها. لكن الاهم من كده بقى ان انتوا الاثنين مع بعض بتضيفوا حاجه. يعني مثلا حياتكم مع بعض ألذ، انتوا الاثنين مثلا مع بعض بتبقى بتشالنجوا بعض بحيث ان يبقى فيه طموح، عندكم مع بعض حلم مشترك. يعني عارف المعادله اللي بتقول 1+1=3، انتوا الاثنين مع بعض بتبقى حياتكم احلى من لو كل واحد لوحده. النقطه الثالثه المهمه جدا ان انت تبقى مع الشخص ده ما بتمثلش، ما بتتصنعش شخصيه غير شخصيتك. تبقى قاعد مش كل كلمه بتقولها بتحسب حساباتها. كتير قوي ناس بتبقى على فكره يا جماعه في علاقات عامله كده، بيفكر او بيرسم شخصيه معينه. يعني بشوفها كتير مثلا في اولاد، عايز على طول ان هو يبان قدام البنت ان هو بطل، ان هو مفيش حاجه ما يقدرش يعملها. الكلام ده مش واقعي ومش منطقي. هتتعب جدا وهترفع سقف التوقعات جدا، وهتيجي في لحظه من اللحظات هتلاقي نفسك ان انت مش انت اصلا، انت عايش شخصيه تانية. كتير برضو بنات بتقع في الفخ ده، تبقى موريه شخصيه رقيقه بزياده، فطبعا لما يجي بقى موقف تنس شويه وتوري له بقى الوش الحقيقي بيتخض. ما تحبش البنت تتكلم كلام رقيق ليه؟ ما الكلام الرقيق حلو. انا مش اكل، انا زحلانه. انت محتاج تكون قاعد مع شخص حاسس معاك كانك انت قاعد مع نفسك، وبتتصرف على طول بطبيعتك بدون تمثيل. النقطه الرابعه ان الشخص ده تبقى فيه ما بينكم حاجات مشتركه. يعني ما ينفعش يبقى شخص انت بتزهق لما بتقعد معاه. كتير قوي بنشوف ناس مثلا ما يعرفوش يخرجوا مع شريكهم ده لوحدهم. دي يا جماعه علامه على ان في مشكله. طبعا في خروجات ألذ في جروب، مش لازم نلزق في بعضينا 24 ساعه، بس لو انت ما بتعرفش تقعد تتكلم معاه كلمتين على بعض، دي اكيد علامه ان في مشكله. طيب الحته دي يعني يمكن تكون مرتبطه شويه بان انتوا يبقوا ليكوا حاجات بتعملوها مع بعض، ليكوا طقوس، بتعملوا مثلا مع بعض رياضه، بتحبوا تتفرجوا مع بعض على افلام، زي ما تقول ريتشوال او عاده معينه بتعملوها مع بعض. اخر حاجه عايز اقولها بس يا جماعه، بالذات للناس الصبوره، مفيش حاجه اسمها واحد هيتغير بعد ما نبقى مع بعض في علاقه. الناس بتتطور، الناس بتتحسن، بس اللي فيه طبع بيفضل هو الطبع. ومفيش حاجه اسمها مع الوقت هقنعه بنفسي، يعني مفيش حاجه اسمها انا هفضل ابيع نفسي ولغايه ما اخلل كده قدامه فهو يزهق ونخش مع بعض في العلاقه. دي علاقة مش صحية، وعلاقة غالبا بعد كده هيبقى فيها مشكلة. مفيش حاجة اسمها هو متردد في العلاقة بس مصيره ياخد القرار. لو هو متردد لفترة طويلة، لو متردد في مثلا الارتباط نفسه، دي حاجة مختلفة. لكن لو فضل متردد في الشخص هيفضل طول عمره متردد في الشخص، والتردد بعد العلاقة او بعد جواز او بعد عيال هيبقى اوحش بكتير. فالحاجات دي ما بتتغيرش، خدوا بالكم منها جدا. هم دول 4 نقط اللي انا بتكلم عليهم. انا مش عايز الفيديو ده يتفهم غلط، الفيديو ده ما اسموش ازاي تخرب بيتك. الفيديو ده بيبقى للناس اللي لسه ما دخلتش في علاقة. دي الحاجات اللي انت محتاج تفكر فيها. اما الناس اللي متجوزه وعندهم عيال وعندهم تحديات، ده موضوع مختلف. انت بس بتشوف ازاي تشتغل على 4 حاجات دول عشان تطورهم، لان انتوا اكيد طالما انتوا دلوقتي مع بعض كان في سبب، كان في اعجاب، كان في حاجات بتعملوها مع بعض. ما تنسوش ان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا على يوتيوب، اتش سي اونست كونتنت، المحتوى الصادق. وما تنسوش ان انتوا تتابعوني على فيسبوك، الخبره بتقول، مع محمود مصطفى.